دائما مع يوميات سجين. يوميات سجين اللي في حق السرقه عشتم على الاطوار ديال القصه ديال السجين بحمدان، واليوم ان شاء الله غادي نعيشوا اطوار قصه اخرى من قصص يوميات السجين. هالقصه كتتعلق بالسجين عبد الجبار. وإذا كان شي عنوان اللي ممكن على أننا نطلقوا على هذه الحلقة، يمكن نعنوها بالقناعة كنز لا يفنى، أو لا طمع طاعون. وإذا بغينا نعرفوا هذه الأشياء هذه والغاية من هذه الحكم هذه، لا بد على أننا نتعرفوا للبدايات ديال حياة عبد الجبار. عبد الجبار في العمر ديالو 59 سنة، لكن خليونا نرجع شوية للور لمرحلة الشباب لما كان عبد الجبار شاب. في ذاك الوقت وهو في نهاية التعليم الإعدادي ديالو، كيف ما كنقولو السنة الرابعة الكاتريامالي القديمة في الإعدادي، في ذاك الوقت عبد الجبار والقدر غادي يبغي على ان الوالدين ديالو بجوج غادي يرحلوا، ماتت ميمتو ومات الاب ديالو. عبد الجبار بقى وحيد، ما كاينش اللي غادي يعاونو واللي غادي يساعدو، وهو ولد الباديه ساكن في الباديه، الفرص ديال العمل قليله وضعيفه بزاف. ففكر على انه ينزل للمدينه من اجل انه يقلب على واحد الخدمه، وفعلا كان مشى بقى كيقلب باش يخدم. في واحد النهار هو جالس في واحد القهوة، تلاقى بالصدفة مع واحد السيد كيعرفو، كيعرف الوالدين ديالو الله يرحمهم، حكالو اشنو كاين. قال لي هذاك السيد غير ارتاح وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله، يلا معايا دابا، راه كاين واحد السيد فرنسي عنده شركة وراهم كيقلبو على واحد السيد عساس ديال الليل، إذا كانت هذه الخدمة. قال لي والله يا ودي أنا الخدمة اللي تختار عليا أنا مرحبا بها، راك كتعرف الحالة كيفاش دايرة والوضعية كيفاش دايرة. فعلا مشى عبد الجبار مع ذاك السيد عند مسيو ألبير، سلموا عليه، حكى ليه، قال لي واش على ضمانتك؟ قال لي فعلا، قال لي السيد قال لي هذا الوليد راه درويش وراه ظريف والعروض العربية وراني كنعرفو مزيان. ألبير ما مانعش على أنه يخدم عبد الجبار، وفعلا سلموا هذيك الخدمة وهذاك العمل هذاك اللي هو عساس ديال الشركة. بالأكثر من ذلك غادي يعطيه واحد البيت ملحق بالشركة تمايا باش غادي يولي ينعس فيه وياكل فيه. عبد الجبار بقى خدام. من بين الناس اللي كيعرف مسيو ألبير كانوا ناس مواطنين فرنسيين كيعيشوا في المدينة، مرة كيتردوا على الشركة عند مسيو ألبير، وكانت من ضمنهم مدام انجيلا. مدام انجيلا اللي كتجي عند مسيو ألبير من الاسبوع للاسبوع، كتجي باش كتسوق من واحد السويقه كاينه تمايا، وكان كيساعدها الحارس الليلي العساس السابق ديال الشركه اللي تحال على التقاعد واللي ولا في بلاصتو عبد الجبار. وفعلا هاد الدور غادي يولي كيلعبو عبد الجبار، ولا كيمشي كيتسوق معاها من السوق في كل اسبوع، كتعطيه داكشي اللي قسم الله، كدور معاه وكتمشي. ويوم عن يوم تولدت واحد الأخوة وواحد الصداقة وواحد الأمومة ما بين عبد الجبار ومدام أنجيلا، ولات كتعطف عليه بزاف، وبالأخص على أنها مرا طاحنة في السن، مرا كبيرة تقريبا عندها 79 سنة وعايشة بوحدها. وحد النهار طلبت من مسيو ألبير على أنه يطلب عبد الجبار الى بغي يمشي يعيش معها بحال شي ولدها. مسيو ألبير قال لي انا نزيد غير الخير، شريطات على ان عبد الجبار يوافق. فعلا تكلموا مع عبد الجبار، قنعوا مسيو ألبير، قال لي يمكن حتى مشكل. في ذاك الوقت طلبات منه مدام انجيلا لانه باش يمشي معها، بدا كيجمع في الحويجات ديالو داكشي، وقالت ليه بواحد اللغة فرنسية، اي جبور جيست لي بابيي ونوبلي با لا كارت ناسيونال.
قالت لي اما الحوايج غير خليهم ان شاء الله غادي يكونوا حوايج جداد. فعلا هز الوريقات ديالو جبور ودا لمسي امير اللي عطاه واحد المبلغ مالي مقابل ديك الخدمات اللي كان كيقدم له صفون ديال الحساب ديال نهايه الخدمه طاه ليه داروا في جيبو ركب مع مدام انجيلا في السياره ديالها باتجاه البيت ديالها. لكن قبل ما يوصلوا للبيت دازت مدام انجيلا معاه لواحد البوتيكا خاصه بالحوايج ديال الرجال خدات ليه مجموعه ديال الحويجات حتى من الحويجات ديال ماشي نعاس ما نساتهمش وبعد السبيطات وبعد السبرديلات. المهم تهلات فيه مزيان كانت عندها فيلا في المدينه دخلات الفيلا ديالها قلبات من المرا اللي كانت كتساعدها في اشغال البيت على انها تصلف عبد الجبار وتجيب له الحمام ديالو كدا. المهم عبد الجبار هذاك الشيء اللي كان دخل الحمام تحمم مع راسو لبس حويجاتو وجلس قالت ليه مدام انجيلا وهي داخله وياك عبد الجبار نص الصلاه ديالك صليتي ولا مازال؟ وكان هذاك الوقت كيتزامن مع الاذان ديال العصر. فعلا عبد الجبار قال لها مدام انجيلا لا نسيتاش انا غادي نصلي دابا. فعلا صلى. الشيء الوحيد اللي كان واقع على عبد الجبار على انه كان بلي ولكن خفيه كان كي مره كيكمي الحشيش مره بلا ما ربما كانت مدام انجيلا كتعرض داك الشيء او ما كتعرضوش. المهم كانت هذه هي البلية وما كانش كيديرها يعني قدام كل شيء كان كيديرها غير بينه وبين نفسه. هذا هو الديف الوحيد اللي كان عند عبد الجبار. المهم بقات الحياه غدا بهذا الشكل هذا ولكن شاءت الاقدار من بعد ما دازت تقريبا واحد 8 سنين وعبد الجبار مع مدام انجيلا لانها تصاب الله ينجينا ونجيكم بدا السرطان صابت بالكونسير. فما كان عليها الا انها غدا تغادر المغرب وغادا قالت لي باش نمشي لفرنسا وباش نكمل الدواء ديالي تمايا خصوصا انها عندها واحد البنيه كبيره مزوجه تمايا قالت لي باش تكون بيا وباش تكون قريب ليها قريبه ليها وحتى انا مثلا تكون قريبه نكون قريبه للبنت ديالي. المهم على العموم الشيء اللي ما كانش كيعرفو عبد الجبار وهو ان مدام انجيلا واحد النهار طلبات منه لاكارت ناسيونال وداتو للبنكة وفتحات لو كونت ولكن ما كانش كيعلم على انها في كل شهر كانت كتحط ليه واحد المبلغ ديال الفلوس في الكونت ديالو. ملي بعد ما دازت هاد 8 سنين هادي مشات معاه للبنكة فعلا قالت لي هاد الفلوس اللي كاينين راهم فلوس ديالك فعلا لقى واحد المبلغ محترم بل الاكثر من ذلك على ان الفيلا اللي كانت عندها طلبات من جبور على انهم يمشيو عند النوتير وعلى انها غادا تكتبها ليه في السميه ديالو. الجبار ما صدقش الامر ولكن مدام انجيلا وهي كتبكي وهي كتودعو في المطار قالت ليه انا ما كنحسكش على انك تمشي معايا ولكن عبد الجبار كان متشبت على انه يبقى في بلادو ويبقى في المغرب قال لي ما يمكنش لي انا نمشي ونخلي بلادي اللي كبرت فيها وكبروا فيها جدودي والاباء ديالي. المهم تشبت بانه يبقى في المغرب. مدام انجيلا سافرت عبد الجبار ما كانش قدامه شي خيار سوى انه يبيع الفيلا ويسحب هذيك الفلوس من البنكه وغادي يفكر على انه غادي يدير واحد المشروع. بالعكس دار جوج ديال المشاريع دار واحد القهوه ودار واحد المطعم. القهوه دارها خاصه بالاسماك وايضا المطعم كذلك داروا الوجبات المغربيه المعروفه. المهم عبد الجبار بقى خدام كيمشي مره لبعض المدن الشاطئيه كيجيب الحوت ولات عنده واحد الشاحنه مجهزه بالوسائل ديال التبريد فيها الثلاجه الى اخره ولا كيبيع ويشري ولات الفلوس داخله ما خصو حتى خير. لكن القدر غادي يكون عنده راي اخر او لا سوء التصرف من احيانا كيكون عنده راي اخر. في واحد النهار عند الجبار وهو قابض طريق السيارة لوطوروت